تغيير المجلس. تعتبر كتابي يعني بكتابك اكيد بيحتوي على 227 طبق لبناني، بتحب تعتبريه دليل جديد للمرأة العملية العصرية؟ يعني في للكل، مثلا في نسوان بيعرفوا يطبخوا، اوقات بحبوا يشوفوا مزبوط كيف بتنعمل الشغله بيرجعوا بيطلعوا فيها. وبعدين في عندك كثير اليوم من الستات الصغار هاللي مش طابخين وبدهم يبلشوا يعملوا شيء لاولادهم لعائلتهم، لانه في ألز من واحد ما يطبخ لعائلته هالناس اللي بتحبهم، عم ببلشوا فيه لانه هين هونت الاشياء كثير. نعم. وبعدين خففتها لانه من زمان كانت السمنه وال نعم يستعملوا كثير اشياء ثقيله. نعم. اليوم جربنا نعمل كتاب هي ذاتها الطعمه هي ذاتها، بس خففنا نتفه. نعم. كل هالاشياء يعني الثقيله والدسمه. بقى اليوم كل هالستات عم بيجربوا وعم بيمشي معهم بيبقوا مبسوطين. نعم. بقى لانه سريعة. نعم انا لقيت نظره ستي لو بوت كوم اون دي. طب حضرتك عشت فوق ال 35 سنه بباريس، ليه جا على بالك انك تعملي كتاب بس وصفات وطبق لطبق لبناني؟ لانه بلاقي انه ما كان في كثير كتب لبناني مضبوطه وهينه. نعم. وما يعني ما بتفزع لما بتفتحي كتاب اوقات بتخافي منه. وباوروبا بفتكر مش ناطرين اني اكتب انا عن اكل يعني اكل فرنساوي يا اما طلياني يا اما التي خاصة انه هن يمكن وصفات كمان هودي من ستك ومن امك، يعني الوصفات القديمة التقليدية يعني مثل ما بقولوا هيدا سينوتر استوار. نعم. لبنان. نعم. بتصور انه هيدي لازم نحن نتمكن فيها كثير. نعم. مارلين قدمتي على شاشه الان بي ان، قلنا نحن ما بين 98 و2005 فوق ال 200 طبق. كيف كانت هالخبره لإلك؟ شو زادت على معلوماتي؟ زادت معلوماتي كيف اوقف قدام التلفزيون. صعبه. هيدي صعبه كثير. هيدي صعبه وكثير بحب التلفزيون لانه بتعرفي لما توقفي على التلفزيون الحقيقه وفي حدا عم يصورك بتنتبهي شو تعملي وشو تحكي وكيف توقفي، بلاقيها شغله كثير حلوه. هلا زادت على معلوماتي بالمطبخ؟ لا، انت اللي زودت المشاهدين بمعلوماتك بالعكس. نعم. في قول بيقول الطبخ نفس، شو رايك بهذا القول؟ شو هو النفس؟ شو بيستعملوها كلمه النفس؟ بس هيدا مش بس يعني وحده تعرف فن الطبخ، في خمسه يمكن ست اشياء. اول شيء بدك البرودوي يعني المواد الاوليه تكون مزبوطه، يعني مثلا اذا عندك خيار مش طيبه طعمته او مش بموسمه ما بتطلع سلطه طيبه. ثاني شيء بدك الاوايل اللي عم تستعمليها، يعني اذا عندك سكينه مش حاده بتنزعي حتى التبوله اللبنانيه، يعني بتصفي المرقه تبعها خضراء ومش طيبه، يعني الاوايل. يعني الاوايل بدك النار القويه اللي تقلي بقوة مزبوط. هلا هيدي اشياء اللي موجوده برا، بدك تشتري المواد وبدك تجيب الانجريديان بوقتها. شغله ثالثه هلا انا بقول التكنيك كثير مهم. هلا التكنيك بجوز يجي بالخبره. نعم. بس بيجي بالتعليم كمان، مشان هيك قلت لك الكوردون بلو ما قبلوا يفوتوني على البيجنرز. قال لا، شايفه حالي انا انه بعرف، قال لا بدك تفوتي على البيجنرز. لخبرك ليش التكنيك مهم. تصوري كم ست تسألني كيف بتخلي البصل على وش الهند بيكون مقرمش؟ يعني انا هيدا ما تعلمته بالكوردون بلو ما يكون بيت، بس انا بشوف كثير تلفزيونات بقرا كثير مجلات بلاحق. نعم. كثير يعني هيدي نقطه مهمه كثير، مش كثير ستات بيعرفوا كيف يكون مقرمش. صح. هلا انا بحطه مقرمش بحطيه مثلا بالمرطبين بدام عندك شهر مقرمش. قلنا فاذا ثلاث اشياء. شغله ثالثه بدي يكون عندك تستطعمي. نعم. وبدي يكون عندك تشمي. نعم. بدك تحسي بحواسك كلها وبدك يكون عندك حب لهالشغله. صح. بعدين في شغله كمان مهمه، تكون مطلعه على اشياء طيبه، يعني لما تذوقي اطيب تبوله. نعم. بتصيري تعرفي المش طيبه. نعم. بينما اذا ما بتعرفي شو هي التبوله شو ما طعمك بتقولي طيبه. نعم. مزبوط. موافقه. صح، انا موافقه. طيب لكن بدي اسال نهاد، لكن برايك قد ايه الطبخ هو احتفال للحواس الخمسه؟ يعني سيليبراسيون دي سانك سانس. في العيون قبل كل شيء يكون منظره حلو،
مثل ما عم بتقول مدام كانت انه لازم يكونوا هلا عم تستعمليه بالمطبخ يكون منظره حلو. نعم مظبوط. والطعمه على الريحه واحد بيعرف اذا طيبه يا ملا. الريحه والطعمه. الريحه والطعمه وبتسمعي بعدين لما انت وعم تطبخي بتسمعي هيك شيء بالطرطي لما بتكوني عم تقلي شيء دائما بفكرت كده. واذا قرمشت الاكل والاكل بعدين الطعمه اهم شيء. الطعمه صح صح. بعدين بدون بقولوا يعني سانزام نفس اللي بتقولوا له انتوا نفس. نعم. وبدون واحد اذا ما حب عم بيعمله ما بيطلع مزبوط. لازم يكون واحد بحب اللي عم بيعمله. طب اليوم شو ليه اليوم المرأة اللبنانية بدها تجي تشتري لكوزيني بناس فاميليال؟ ليه اليوم انت شو بتقدمي بكتابك شيء اكثر من غير كتاب طبخ؟ اليوم اذا بدها تشتري الكتاب مثلا اذا وحده مبلشه جديد ما بتعرف تعمل شيء بتبلش من الآلة الزيت بتتعلم كل شيء بتي تبتي هين كله. نعم. هين محطوط فيه. نعم. بعدين اذا جي عبالها تطبخ مزبوط لبناني مثل من زمان مثل ما كانوا جدودنا. نعم. يعني وزيت الطعمه تاخذ هالكتاب وبتجربه. نعم. وبفتكر بعدين هني عندهم بصدر مغلان ليه بدو يجوا يشتغل ياخذوا مائدة مغلان ما رح ياخذوا مائدة كلام تاني ما حنا رح يشتري مائدة. أولا في 400 وصفة كل وصفة غير الحلو حطت لهم تحت كيف يخففوا السعرات الحرارية. ثالثا أنا بتحدى أي حدا يعمل وصفة وما تنجح لأنه بقول لهم تمام شو يعملوا من الألاف للياء. وبعدين إذا بتفتحي أوله للكتاب في كتير تقنيات الطبخ في نصايح مثلا البيض كيف تسلقي البيض في 20 تب كيف تسلقي البيض. يعني أنا بفي أنه نحطوا مي وسلقوها بس أنه في إشي مهم كتير لسلق البيض. نعم. بقى كمان شغلة تانية أنا بحبها كتير بكتابي أنه في فهرس. يعني إذا بدك تبولي تعرفي وينا. نعم. تفتحي كمان موجود فهرس عند بكتب سيئنا. برافو لأنه أوقات تفتح كتاب اسميك ما في فهرس بكتابة قلبة قلبي. صح. يعني هين الاستعمال. طيب اليوم قدي فينا ناكل طبق طيب لذيذ وخفيف وصحي؟ عم تطلب كتير شوي بس إحنا هيك عنا مطبخ الـ MTV. تحب تجاوبي؟ تفضلي. طيب حب أخذ رأيكم لنا تعرفي هلأ اللي بيعمل شيء طيب وبكتروا منه بالمطاعم هي الزبدة طبعا. نحن بدنا نشيل الزبدة بالمرة. نعم. أنا بفضل ما نستعمل لا شيء ارتفيشن لا زبدة اصطناعي ولا سكر اصطناعي ولا كل هيدا. نعم. هلأ فينا نخفف السعرات الحرارية مثلا نستعمل بهارات شوي أكثر. نستعمل مثلا أشياء محل الزبدة مثلا نحط أفوكادو نحط. نعم. اشياء في اشياء ثانيه اللي بتعود. نعم. بس انه في اكلات ما فيك كثير تخففي منها السعرات الحراريه. نعم. بدك تعملي ارنبيه مجبوره تحط الطحينه يعني. نعم. وهي فيها سعرات حراريه كبيره. نعم. انا بنصح اي واحد عامل ريجيم بظن موافقه معي انه من الاشياء اللي بتنصح ياكل قليل بس الحياه كمان حلو تنبسطي فيها في لذه بالاكل. صح. طيب اذا ما بدك تلذي بالاكل لشو يعني انه ما تاكلي احسن. شو رايك مزبوط؟ مزبوط. انا هذا رايي. شو اطيب اكله عندك نهاد؟ انا بحب اكل اللبناني. كل الاكلات؟ كل الاكل اللبناني بحبه. مغلان انا بحب كل اللبناني بس انا مغرمه بشيء اسمه سوشي. والله هيدا هلا في اكل طيب كثير وفي بس انه انا جبان انا بحب كل شيء وباكل كل شيء يعني بس السوشي من هيك رح نعزمكم انكم تذوقوا اليوم معنا هيدي بريمير بال ام تي في بس لانه حضرتكم بفن الطبخ هيك بتعطونا رايكم باكلات شيف مارون. وهلا بنبقى مع نتشكركم لحضوركم. هلا بتشكروا معنا.